عليكم يا حاج، عامل ايه يا عم؟ ما تردش عليا ليه؟ عامل ايه؟ الله يخليك، اخباركوا ايه؟ بقول لك كنت ملمع على من كام يوم بس ما كانش معايا فكه، مش عارف انت ولا مين. لا مش انا خدمه. ايه؟ ماتش حاجه يا مستر. لا مش انا خدمه. ايه؟ ماتش حاجه يا مستر. يمكن واحد ثاني مش انت يعني؟ لا اسم محمد، هو اسمراني كده. طيب تاخدها انت يا حاج وتبقى لو عارفه تديها له؟ لا ما بشيلش دم حرام، يمكن اموت. ايه؟ يمكن اموت. يا عم ربنا يديك الصحة. يمكن اموت يا عم. يعني انت مستني لما تاخد فلوس بعدين تموت؟ يا عم ربنا يديك الصحة. اموت عشان يعلمه ربنا. حد من نفسه ثانية ده كلام فاضي، الواحد ممكن يتعدي كده بسرعة كيف يموت يعني. اه والله العظيم انت بتتكلم صح. انا بفهمك يعني الدنيا ملهاش لازمة. والله بتتكلم صح والله. احنا ماشيين لا بينا ولا علينا. ايوه. نزلنا لكم عشان تاخدوا الفلوس بتاعه الشوز اللي انا لمعته، وانت قلت ايه؟ الامانه يا عم. اه طبعا ما شيلش شيله. اه احنا ما بنلاقي حد كده وبياخد ال10 جنيه بنمشي ونسيبه ونديها له. فانتوا ليكم معانا جايزه ماليه عشان انتوا كسبتوا النهارده في اختبار الامانه. الحمد لله. انا استاذن، انا استاذن حضرتك. اتفضل. حضرتك 2000 جنيه وهو 2000 جنيه. دول بتوعك وانتوا كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب. وده رزقكم حلال. الحمد لله. والحلال حلو. حامدين وشاكرين. لا احنا عايزينك تدي نصيحه للناس تقول لهم شوفوا الامانه. اه الامانه. شوفوا الحلال. الحلال هو. يعني انت عشان اقتنعت وقلت لا وقلت له ايه؟ اوعى تاخد حاجه. اه امال ايه؟ ما تشيلش ذنبها. وانا سالتك صح؟ انا يا مسالتين ايه؟ قلت لي ايه؟ انا ما اخدش، ما اقبلش حاجه. ما تقبلش حاجه. اه ما اقبلش حاجه، انا ما اعملش. اقبلها لو انا عاملها. اه حد غيرك ممكن يقول اخدها وخلاص. هو هتاخدها تعمل بيه؟ مش هتديك انت اصلا. تغرنك من حياه الدنيا. نعم. اوعى الدنيا تغرك وتضحك عليك. انا غلبان اللي قدامك دي، ربنا اكرمه بحاجه واحده. انت افضل مننا، انت احسن الناس. بان انا عملت عمرتين وحجيت. ما شاء الله. وبيجيب لك رزق بقى عندك اهو. هو مش طلبت من العبد بقى، طلبت من ربنا. رزق العيال ده، رزق العيال. لما انت بعد ما يقبلش دايما واحد يا كده سنه طيبين يا يصلح حاله النهارده يا رب. كل سنه وانتم طيبين. اتفضل حضرتك اهو، استاذنك خد الفلوس دي كلها. الحاج 2000 جنيه وانت 2000 جنيه. كل سنه وانتم طيبين. وانت شكرا بيك. كل سنه وانتم طيبين. شكرا. كل سنه وانتم طيب يا عم الحاج. كل سنه وانتم طيب. فرصه سعيده. شاكرين، اتشرفت بحضرتك. الله يبارك. ربنا يخليك. السلام عليكم. الله يبارك. السلام عليكم.